بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في آخر جزء في شابتر 4 إن شاء الله، هنتكلم على الباور فاكتور ايه كنترول، وده إن شاء الله جزء سهل يعني. طيب مبدئيا أنا لما كنت بدأت أدخل الجنريتور بتاعي على انفينيت باس، فأنا عملت ايه، قلت إن الجنريتور أو المكنة بتاعتي ليها كام خاصية كده إن أنا بتحكم فيهم. فأنا بالنسبة لي كان عندي أكتر حاجة بتوقف عليها الباور فاكتور هي الايه، الاي اف. طب تعال نشوف، يعني أنا بالنسبة لي الاي اف لما اقعد اغير فيها، فانا عندي هنا الفيزور دايجرام بتاعي عادي، ادي الفي بتاعتي، ونعتبر ان احنا جبنا ايه، ادي ال النولود اليونيتي باور فاكتور، وعندي هنا النولود لاين. نعتبر ان انا كان عندي الاوبريتنج بوينت هنا، فانا عندي الاي اف بتاعتي هتبقى بالمنظر ده. طيب لو انا قللت الاي اف، ايه اللي هيحصل للاي اف؟ هتقل على نفس الايه، على نفس الباور اللي انا شغال عليها. هقلل الاي اف، فايه اللي هيحصل للاي اف؟ هتلاقي الاي اف مثلا جات لك هنا، هتلاقي الاي اف ايه جات لك هنا. كل ما اقلل الاي اف هنلاقي الاي اف بتاعتي بت ايه بتقل. طيب بالنسبه لي لما الاي اف بتاعتي تبقى واصله عند اليونيتي باور فاكتور، دي هتجيب لي اقل اي، صح؟ الاي ده اقل من الاي ده، اقل من الاي ده، فاقل اي، اقل اي بتاع الاي اي بتاعي بيبقى اقل قيمة عند ايه، بيبقى مينيمم عند اليونيتي باور فاكتور. جميل. فانا فعلا لما بقلل الاي اف فبقلل الاي اف، فبالنسبة لي الباور فاكتور فعلا كان هنا ليد بقى ايه، بقى لاك، قدرت اغيره. فهنا الفكرة ان انا كل حكاية هغير في الايه، في الاي اف. جميل. طيب بالنسبة لي انا الاي اف لما بزودها مثلا بتزود لي الايه، الاي اف، بس احنا قلنا كمان بتزود لي الايه، بتزود لي الكيو، صح؟ مش ده كان ايه، لا سوري، الكيو. مش قلنا في ال في الاسئله اللي كانت جات لنا في العمل كان قال لك لو عايز ازود الكيو كنت بعمل ايه، بزود الاي اف علشان ازود الايه، ازود او اقلل الباور فاكتور عادي على حسب ما انا عايز، فبيزود لي الايه، كيو. فانا بالنسبه لي لما بزود الاي اف بيزود لي الايه، بيزود لي الكيو. جميل. طيب فانا ممكن اخد الموتور بتاعي او الموتور بتاعي اللي انا عايزه، وانا بدل ما اشغله موتور، لا انا هنعمل له زياده في الاي اف، فهي ايه، فهيديني كيو عاليه، فكده ممكن اعوض بيه او نخليه يلف على الفاضي بمعنى صح، بس اعوض بيه عن طريق ان هو يبقى ايه، يبقى مكثف، يديني شحنه كيو. فده بنسميه سينكرونس ايه، كوندنسر، ان انا ناخد الموتور بتاعي اطلع منه كيو زياده، فده بنسميه عندي سينكرونس ايه، كوندنسر، وده بيلف بس علشان يديني كيو مش اكتر، عشان يساعدني او يساعد الشبكه بتاعتي. تمام. طيب يبقى انا عندي حالتين، جنريتور او موتور. انا هنا كانت الحاله دي موتور، لما قللت الاي اف ايه اللي حصل، الاي اف بتاعتي قلت. طيب انا كنت بادئ في ايه لما الاي اف بتاعتي كانت عاليه، كنت بادئ هنا في الايه، في الليد، صح؟ يبقى انا البدايه بتاعتي في الليد، الباور فاكتور ليد، بعد كده راح للايه، لليونيتي، بعد كده راح للايه، لللاج. يبقى انا كل ما اقلل الاي اف او الاي اف بيتحول عندي من ليد لايه، للاج. انما في الجنريتور لو قللت الاي اف فالاي اف هتقل، فهيروح من العكس، هيبقى من لاج للايه، لليونيتي في النص، وللايه، للليد في الاخر. الاتنين عكس بعض، دي نفس الحالة، انما لو انا عكست هتلاقي ايه، اللاج والليد اتعكسوا مع بعض. تمام. لو زودت هيمشي من الليد للاج، ولو زودت هنا هيمشي من اللاج للايه، للليد. فانتوا يعني خلوها مثال بالمنظر ده قدامكم، اللي هي بنقلل الاي اف او بنزودها، وشوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه فيها، خلوه في دماغكم يعني، عشان لو سأل فيها ولا حاجة في الامتحان تبقى ايه، تبقى عارفين تتكلموا فيها. طيب الحتة ديت بتقول لي او بتوديني لحاجة اسمها الفي كيرف. الفي كيرف هي علاقة ما بين الاي اي والاي اف. قلنا الاي اي بيبقى مينيمم عند الايه، اليونيتي بار فاكتور، فده كده خط الايه، اليونيتي بار فاكتور، فده هيبقى اقل حاجه. فانا ممكن يبقى اقل حاجه عندي بصفر، هتلاقي الايه، الكيرف بتاعي بالمنظر ده، او اكبر شويه، او يدي قيمه اكبر شويه، وهكذا. فبنسميه في كيرف ليه، علشان عندي هنا الاي، هنا اليونيتي، طول ما انا نازل هنا البار فاكتور بتاعي ايه، بيقل،
وطول ما انا نازل هنا الباور فاكتور برضو بتاعي بي ايه بيقل، بس في حتة ليد وفي حتة ايه وفي حتة لاج. يعني انا مثلا بالنسبة لي هنا شغال لاج وهنا شغال ايه ليد، فطول ما الباور فاكتور بينزل سواء لاج او ليد الاي ايه بايه بيعلى. فعشان كده عندي العلاقة بتاعتي بتبقى عبارة عن الايه عن الفي كيرف. جميل. بس اهم نقطة فيها ان انا عند اليونيتي باور فاكتور الاي بتاعتي الاي ايه بتبقى مينيموم. جميل. طيب وكل ما زود الاي اف هو كل ما زود الباور فاكتور الاي ايه بت ايه بتقل. طيب عندي بعد كده حاجة اسمها الايه الكومبلكس باور. البي والكيوب ايه ببساطة يعني. طيب انا عارف ان البي بتساوي برفيز يعني في في اي كوزاين الايه كوزاين فاي، والكيو هتساوي في في اي ساين الايه ساين الفاي. زي ما عملنا قبل كده اللي انا كنت بشيل الاي كوزاين، هنعمل هنا نشيل الاي كوزاين وهنشيل الاي ساين. يبقى هنروح على طول للايه للفيزور دياجرام. ادي الفي وادي الاي، هعمل نجلكت للايه للار ايه. يبقى هاخد على طول عمودي من الايه من الاي ايه، هيديني هنا اي ايه اكس ايه اكس اس، ونقفل دي عليها بالايه بالاي اف، ودي الدلتا. هعمل ايه، هاخد المثلث الصغير ده ديت فاي تبقى دي كمان فاي، هنجيب الضلع ده وهنجيب الضلع ده عشان اجيب الساين والايه والكوزاين. يبقى اي ايه اكس اس كوزاين فاي اللي هو الضلع ده هيساوي لي ايه من الناحية التانية الاي اف ساين الايه ساين الدلتا. طيب انا عايز اجيب بقى الايه الاي اي اكس اس ساين الايه الفاي اللي هي الحته الصغيره ديت، صح؟ جميل. اي اي اكس اس ساين الايه ساين الفاي هتساوي ايه بقى اي اف ساي كوزاين الدلتا اللي هو ايه اي اف كوزاين الدلتا اللي هو كل ده. طب انا عايز بس الحته دي، فديت عباره عن ايه كل ده ناقص الايه ناقص الشويه دول اللي هم عندي الايه الفي. يبقى ناقص الفي. بعد كده هقسم على الايه هقسم على الاكس اس علشان اجيب اي اي كوزاين واي اي ساين، هيبقى عندي بالمنظر ده. تمام. طيب هنجيب الايه الاي اي والاي اي كوزاين هنحطها هنا والاي اي ساين هنحطها هنا. هيبقى عندي البي بتساوي ايه بتساوي الفي في الاي اف ساين دلتا على الايه الاكس اس، والكيو بتاعتي هتساوي ايه الفي في الاي اف كوزاين دلتا على اكس اس ناقص ايه ناقص في في في، هتبقى في سكوير على ايه على اكس اس. من المعادلتين دول انا ممكن نعمل يعني ايه نعمل بلوت للايه للاس بتاعتي ازاي. انا بالنسبه لي المعادلتين دول لو حطيتهم مع بعض بيبقى عندي معادلتين اللي هي ار ساين زائد اكس وار كوزاين زائد ايه زائد واي. هنا الار مع الساين وهنا ار ساين نفس الايه نفس الحاجه. فانا عندي نص القطر بتاعي هو عباره عن في في الاي اف على الايه على الاكس. ده الراديوس اللي انا هنايه نشتغل عليه. اما بالنسبه لي النقطه بتاعت السنتر هتبقى عباره عن ايه زائد الاكس هنا وزائد الواي هنا. الاكس هنا بكام؟ بصفر، والواي هنا بسالب في تربيع على ايه على اكس اس. يبقى دي بالنسبه لي ايه السنتر بتاع الايه بتاع الدايره. طيب تعال نرسمها بقى على الايه على المحاور بتاعتي. ادي البي وادي الايه وادي الكيو. الاكس بصفر هنزل مسافه في تربيع على اكس بالسالب، يعني هنزل لتحت هنا المسافه ديت في تربيع على ايه على اكس اس بالسالب. ديت نقطه الايه السنتر، والايه والنص القطر بتاعها عباره عن ايه في في الاي اف في الاكس على الاكس ايه على الاكس اس. هيديني مثلا دايره بالمنظر ايه ده، بس هو يعني منظر عقيم بالنسبه لي شويه. تمام. يبقى اي نقطه هنا هتديني الايه هتديني الاس، اي نقطه على الدايره هتديني الايه هتديني الاس، ونص القطر بتاعي اللي هو الايه المسافه دي اللي هي في في الاي اف على الايه على الاكس اس. جميل. طيب بالنسبه لي لو مشيت الاكس ايه الاس مع النقطه ديت هيديني ايه؟ اول حاجه الاس عامله زاويه فاي مع الايه مع محور البي، والنقطة بتاعت السنتر مع الاس بتاعتي عاملة زاوية ايه بنسميها دلتا. تمام. يبقى انا عندي زاويتين، زاوية الفاي وزاوية الايه الدلتا. تمام. طيب
اهم حاجة انا عارف ان انا عندي البي ماكس بتاعتي بتكون امتى؟ عند الايه؟ الدلتا بتساوي ايه؟ الدلتا بتساوي 90. مش ده الاستابيليتي ليميت بتاعتي؟ الدلتا بتساوي 90 اللي هي عندها اعلى بي. فانا بالنسبة لي اعلى بي هتبقى ايه؟ هتبقى هنا كده. ديت بالنسبة لي بتمثل لي اعلى ايه؟ اعلى بي. طيب بعد كده عندي حاجة اسمها الكابابيلتي ريف كيرف. ايه الكابابيلتي ريف؟ انا بالنسبة لي المكنة بتاعتي اكيد ليها باور معين مش هتطلع اكتر منه. فدي الفكرة، ان انا عندي المكنة ما بتطلعش غير باور قد كده، فانا لو حملت بيه اكتر من كده هي اكيد مش هتعرف تديني الحاجة ديت. فهي ديت بتيجي منها فكرة الايه؟ الكابابيلتي ايه؟ كيرف. ببساطة أنا عندي ده ال B وده ال Q عادي، عندي نفس الحكاية، بنزل سالي في تربيع على الإكس إس وأجيب ال إيه السنتر وأرسم ال إيه وأرسم الدايرة بتاعتي. بس بالنسبة لي أنا عندي إس آخرها هنقدر نجيبها اللي هي إيه؟ اللي هي ال V في ال I A. ده بالنسبة لي أقصى إس هقدر إيه هقدر أطلعها. طيب فأنا بنيجي من هنا من عند نقطة السنتر اللي هي بقى محاور ال B والكيو اللي هي الصفر والصفر، يعني هرسم دايرة نص قطرها ايه؟ في في الاي ايه اللي هي هتمثلي الشكل ده كده. فبالنسبة لي انا اخري كده كده الاستابيليتي ليميت، اخري الحتة دي، يعني الجزء اللي تحت ده كله مش هشتغل فيه لان هو اساسا بره الايه؟ بره الاستابيليتي ليميت. طيب ما هنا برضو عندي دلوقتي دايرتين، دايرة بتاعت ال دايرة بتاعة الكومبلكس باور اللي انا بنطلع بيها الباور بتاعتي سواء بي وكيو، وعندي دايرة الاس اللي هي اقصى اس انا هنعرف نجيبها. فالتقاطع بتاع الدايرتين دول هو ده اللي بي ايه بيحدد لي المكنة بتاعتي هتشتغل فيها نورينج. فانا التقاطع بتاعهم الاتنين هيساوي الايه؟ الجزء اللي انا هظلله ده اللي هو الجزء ده. يبقى ده فعلا الجزء اللي انا نقدر نشتغل بيه في المكنة بتاعتي. انما فوق كده الحبة اللي فوق دول او اللي هيبقوا في الجناب لما نرسم الرسمة كويسة يعني، والحبة اللي تحت دول كلهم اللي تحت الاستابيلتي ايه؟ الاستابيلتي ليميت، كل دول مش ايه؟ مش هيبقوا معايا في الايه؟ في التشغيل بتاعي. طيب التشغيل ده معتمد على ايه؟